عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا تحدي جديد، هو تحدي الحظ. تمام، دول بلاستيكتين هنحط فيهم هنا الشيبسي وهنا الطعم بتاعه الحقيقي. ودول ورقتين بالوان البلاستيكات دي. تمام، وهنشوف بقى حظنا هيبقى عامل ازاي. معانا هنا فريقين، فريق القطط وفريق فريق مش الدوجز. فريق القطط انا ويسر، وفريق الكلاب. لا هاو هاو هاو، على فكره الكلب ده حاجه كويسه. الكلب الجبل كبيره، الكلب اوفى من القطه. القطه بتتعود فعلا. لا وممكن تسمع القطه بتاكل وتنك. انت تقعد تشحن القطه. مش عارفه ليه الكلاب وفيه. اول حاجه هنعملها انا قائد فريقنا وهي قائد فريقنا. انا قائد يعني اخرس. انا في مره بس من قائد. يلا لا خلاص ايه العب انا وانت تبقى ورا مقص عشان نحط الحاجه. يعني اللي احط حاجه وانت لا. يعني انت اللي تحطي الحاجه. طب اقول لك على حاجه فارس. انت ابني ماما تلعب وعشان انت ابني انا بقول لك انت هتحط الحاجه. لا ربنا يخليك عشان ما انت ماشي. يلا طوبه ورقه مقص. لا لا كان حاطه طوبه، كان حاطه طوبه. ما بعرفها والله. يلا كسبتني. يلا طوبه ورقه مقص. ورقه برضه كان قصي. حطينا اللي كسبان. طب خلاص حطي انت. شوفي هتحطي ايه. حطينا اللي كسبان. يعني دلوقتي انا ويسرى نغمض عينينا. ايوه وانا اللي هحط لكم. تمام بالله عليكي تغصي غمضوا عينيكوا عشان دي ماما اللي مطلعه عينكوا. احلى طعم عشان احلى طعم هنا هاتوا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحيم. وبلاش افوره وانت بتحط اصوات كتير لان كده كده ورق. يعني ده حظ. ايوه ما احنا عارفين اللي ده ورق عشان كده حظ. يلا بس خلاويس طبعا. خلاص لا يلا 1 2 3 يلا احنا اللي اختار. مين اللي اختار يا يوسف انا ولا انتي؟ انا. طب يلا اختاري. لا انت اختار. انا انت القائد انت اختاري. ماشي احنا الدور الثاني. لا نفتح يلا الازرق. عشان في الدور بتاعنا مش هنديهم حاجه. كفايه كده كفايه. ندخل بقى على الطعم اللي بعدي اللي هو الطماطم. واحنا اللي كسرنا فيه. انا هحضر لهم بقى دلوقتي. بقى انا اللي هبدا. تمام هم هيغموا عينيهم وانا هحط لهم الاطعام بتاعتهم. اصبري لما اقفل الورق. ماشي هقطع كلها يا جماعه. بصوا مش المشروع الطماطم هي واقوم. يلا 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 غمضوا عينيكوا. غمضوا عينيكوا. والله العظيم ياك وتفتح. ثلاثة بالله العظيم ما شايف حاجة. ولا خليك. ايه اللي ايه؟ أمك ممكن تجيب لنا سلم ونهاري. لا ممكن تجيب لنا سكينة البحر كده ولا بنعملها ايه ليه؟ ولا ايه؟ ممكن تجيب لنا الشنيور. يلا. لا اصبر. يا رب. يلا فتحوا. حبيبي برافو برافو. واحد فيكم واحد بس اللي يختار. انا القائد. مش مهم بقى خلاص هو اختار. اختار. الشيبسي بالجبنة. وخلي بالك يا يسر طول ما انتي معايا كسبانة يا روحي. يلا كل الجبنة انت. خلاص مش هاكل جبنة. ما بحبش الجبنة. هاتوا واحدة. لا اديك طماطم. احنا شحتنا منكم. اديك هات طماطم. لا ما بحبش الجبنة. اخرس. لا يا محسنين. هات الشيبسي من تحت. خلاص كده مش انا بس محسنين. كل انا انا اضحي فارس بس اللي هياكل. هقعد اوصل عقلي وديو. حلوة يا يوسف؟ يعني الجبنة البيضاء بحبها. لا كل 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 طعمها حلو. ايه رأيك في التحدي؟ حلو. طعم الأكل يبقى حلو صح؟ خلاص على فرامها. لا مو فرامها. بعد التصوير. بعد التصوير نكمل. روح اقعد بقى. بعد التصوير ايه؟ وكده هندخل على الجولة التالتة. أنا اللي هحط لكم. غمضوا عينيكم يا قطعة. يلا بينا يوري غمض عينينا. نيو 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 عشان نشوف. ماشي عشان احنا طيبين مش بنشوف ومش بنغش. ايوه طبعا. يا رب يطلع لنا شيف. يا رب يا رب يا رب ما حد يسرقنا من ورا الكاميرا. يا رب يا رب. اما شغلي اما شغلي.
شفتك لسه كنت انا عندي الحاسه هاشتاج هاشتاج افتح الحرامي انا ايه العيال الحراميين دي بقولكوا ايه ايه دي بقى ناس على فكره تحدي حظ يعني كده كده احنا مش هنعرف فيها ايه هفتح لا افتح افتح يا رب شاو انت شيل ايدك ما تفتحش انت مالك لا مسك يا جدعان لا احنا نفتح ونقولكم يلا يا يوي اخضر لا احنا مش هناخد من حاجتك احنا عندنا دم احنا دلوقتي هناكل فلفل ده طعمه اصلا حلو يا يوي يلا احنا اقوياء اها لا ما تاخديش منهم حاجه يا يوي ممكن حته صغننه ماشي الله وبقى جميل بل عليهم حاطين عليه كباب ولا طعمه حلو قوي احنا مش بنتغاظ لا يا يسر قول له ما باخدش حاجه من حد عشان ما يجيش في دورنا يقول لنا هاته ماشي قول له لا فظيع قولي له بصي يا يوي قول له ولا يهمني ولا يهمني انا مع مامتي حبيبتي يلا بقى على التحدي الثالث ان شاء الله خسرانين ازاي سترونج نسترونج نسترونج مش هرد عليك بس هقول لك كلمه واحده يو ذاتو غمض عينك غمض عينك يا حبيبي يا حبيبي طنطن طبابي طك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 ط
مزاجي. احساس يا ابني عشان يتصدم كده فاهمين رياكشن. طب بيطلع لي شيبسي عايز اطلع فلفل نفسي بحب الفلفل قوي. فتحوا يلا مين اللي هيختار؟ انا سامي فارس الدور ده. تيجي خد فارس ورقتك. لا اقلب عشان الله اعلى من نايم. مش خد فارس ورقه ورق في شنك اساسا. ماشي خد فارس وسعي عشان نشوف يا اسطى هنا في ناس غشاشه. استنى 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 بس يا بابا دي ازرق اخضر حاسس ثواني وريني ازرق كبيره يا نصابين يا نصابين يا غشاشين في معالق. لا يا حبيبي في معالق اقصى عليك ما تكون عليا حلو كده على جميله الفارس على جميله الفارس خليك اسامنا يلا بينا اهو بصوا بصوا دي ملح بصوا الف هنا طعمه حلو احنا كسبنا تمام حلو شبشي ربنا ما يسامحكم على اللي انتوا عملتوه جعانة يا حبيبي يا حبيبي تديني حبيبتي لا مش حاجه احنا ما معناش شيء خمسة 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 غمض عينيكم احنا زهقنا منكم تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي تعالي جنبي وانا واقعة انت شايفاهم؟ لا مراتش فاتحة عينيها شايفة اهو لا ما تفتحش يا يوسف عشان حرام يا حبيبي يلا وان تو ثري افتحوا عينيكم ثقة بالله اول باستمرار بسم الله استني يا ماما استني يا ماما دي بتاعنا احنا بتاع كنترول يلا بينا يلا زيتون مخلل احلى بكتير بموت في السمباي واحنا ليه كسبنا واحنا ليه كسبنا طعم وحش على بس احنا مش حابين السمباي هتسحب من التحدي لا احلى حاجه الزيتونه يا جدعان انا باكل كيلو زيتون في اليوم تاخد كيلو في اليوم مين بيجيبه لك معرفش فارس بقى وافق قفل الكاميرا مش عارف اتكلم في حاجه حلوه يا يلو حلي بقك يلا بينا حلي بقك فارس كده عم نخلص الدوله الجوله الخامسه الدوله الاخيره الجوله
الثالثة والأخيرة. بس الحمد لله. غمض عينيك يا أخت. غمض عينيك. خلاص؟ يعمل كابل يعمل كابل بسيري. هو كده المرة. يا حديثي يا كاتيتي يا كالالالالا تا 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 حديثي تا 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 ايه يا ماما؟ نبدأ؟ نبدأ؟ لو ما لحش مهيلة بخليها ايه؟ بس تعي كده يس؟ خلاص؟ سامرحين ابدأ انت كده؟ بس تطلع برا المربع بسم الله تطلع برا المربع نو 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 نو